بسم الله الرحمن الرحيم. الفراكشنز هناخدها من البداية خالص، من البداية خالص. أنا لما أقول مثلا 2 over 3، 2 over 3، 2 is called numerator، 3 is called denominator. Again, 2 is called numerator and 3 is called denominator. مفيش داعي ان انتوا تكتبوا، لان انا كده كده بصور، عشان بس محمد كريم لسه جديد. بصور وببعت البورد على الجروب بتاع الواتساب. تمام؟ طيب. 2 over 3 is called a fraction. طيب. وطبعا انتوا عارفين الكلام ده، بس انا فور ريفيجن يعني. طبعا عندنا لما اجي اقول مثلا 1 over 4. طيب 1 over 4 برضه، 1 is a numerator، 4 is a denominator. And 1 over 4 is called a fraction. طب افرض انا حطيت جنبها 3 من هنا كده. بقت 3 and 1 over 4. 3 and 1 over 4 is called mixed number. Mixed number. Why? Because it formed from a whole number and a fraction. هي بتتكون من whole number يا جماعه و fraction. يعني whole number زي 3 4 5 الكلام ده ومعاه fraction كمان. فده بيسموه ايه؟ mixed number. طيب افرض ان انا لقيت الفراكشن بقى بتاعنا، الفراكشن فيه has two types. ايه هما two types؟ افرض انا لقيت حاجه زي اللي انا جبتها دي 2 over 3، وحاجه ثانيه بصوا 3 over 2. طب 2 over 3 numerator is less than denominator، فيسموه ايه؟ يسموه proper fraction. لكن 3 over 2 لو انا ملاحظ 3 over 2 numerator is greater than denominator. It is called improper fraction. يبقى انا دلوقتي يا جماعه عندي الفراكشن 2 تايبس او 3 تايبس بمعنى صح. الطيب الاولاني اللي هو لو لقينا ان نيوميريتور از ليس ذان دينومينيتور، فده بيسموه ايه؟ بيسموه بروبر فراكشن. طب لو انا لقيت ان نيوميريتور از جريتر ذان دينومينيتور، ات از كولد improper fraction. احط له اي ام كده. طيب لو انا لقيت ان ذا فراكشن formed from a whole number and a fraction, it is called mixed number. It's called mixed number. انا طبعا ما تقلقوش حاجه عشان ما تضيعش وقت، وانا بصورها وابعتها لكم على ايه؟ على طول مباشره على الواتساب. تمام؟ فبيجي عندنا بقى دلوقتي ممكن يجيب لي سؤال يقول لي convert into a mixed number. طب خليها الاول convert into an improper fraction. We can convert a mixed number into an improper fraction. How? For example, 3.5. This is a mixed number. You can convert it into an improper fraction. How? Two steps. 2 times 3 and then add 1. تاني يا جماعه، ده كده mixed number. انا عايز احوله لimproper fraction. يعني النيموريتور يبقى اعلى من الدينومينيتور. خدوا بالكم ركزوا عشان هتاخدوا مسائل تعملوها دلوقتي. Your self. طيب فانا بعمل ايه؟ اول حاجه بكتب ال2 دي تحت. وبعدين ابتدي اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل 2 steps. times then plus 2 times 3 6 6 plus 1 7. شوف بقى هو كان mixed number converted into an improper fraction. عرفنا ازاي انه improper fraction numerator is greater than denominator. Another example 3 and 4 and 2 over 5. First write 5. Then 5 times 4 equal 20. 20 plus 2 equal 22. Another example. 6 and 1 over 4. Write 4. 4 times 6, 24. 24 plus 1, 25. عشان كده انا قلت لكم التايم تيبل احنا هنراجعه من خلاله واحنا شغالين. لان دلوقتي انا لما قابلني كل شويه 4 times 6 ويقابلني 5 times 4 ويقابلني مش عارف،
فكل ده هيخلينا يا جماعه نراجع على الايه؟ على الميكسد نمبر. محمد ممكن تقفل الكاميرا عادي، محمد ياسر. تمام؟ اوكي؟ طيب. ماشي، لو عايز تقفل الكاميرا اقفلها عادي. طيب لو جينا دلوقتي هناخد، بص يا جماعه، اتفهم موضوع هاو تو كونفيرت فروم ا ميكسد نمبر تو ان امبروبر فراكشن ولا مش مفهوم؟ هدي اكزامبل تاني عشان اللي ما كانش مركز. لما اقول مثلا 3 اند 2 اوفر 6 او 3 اند مثلا 5 اوفر 6، فيرست رايت 6 اند ذن 6 تايم 3 21، 6 تايم 3 21، 21 بلس 5 ايكوال 26. نركز يا جماعه عشان هتاخدوا مسائل تعملوها يور سيلف. اوكي، مثلا اذر اكزامبل 4 اند 1 اوفر 3 فيرست رايت 3 and then 3 times 4 equal 12. 12 plus 1 equal 13 over 3. Another example. 2 and 7 over 10. First write 10. الأول بتكتب الدينومينيتور بتاعك عشان قبل ما تنساه. After that, 10 times 2, 20. 20 plus 7 equal 27. 27. Okay. هناخد بقى مسائل نعملها احنا بنفسنا. انت بتحلها بنفسك، ما بتسألنيش فيها ولا سؤال. كان بس محمد كريم لسه جديد يبقى فاهم النظام. وناخد مسائل مديكوا فيها مثلا زي 5 minutes او 10 minutes حسب المسائل، ما حدش بيسال فيها ولا سؤال لدرجه ان انا بقفل المايك. تمام؟ بعد كده برجع انا ايه؟ نعمل لها تشيك مع بعض. ارجع احلهم انا تاني، تشوف انت صح في ايه وغلط في ايه. تمام؟ طيب. هدي اهو اكسرسايز. اكسرسايز ده اقول لك تراي يور سيلف. تمام؟ مفيش داعي برضه تنقل الاكسرسايز، انا هبعته لك على الواتساب. اكسرسايز 1 on fractions. هقول لك convert into a an proper fraction. مستر، ايوه، احنا لسه ما دخلناش، يعني لسه احنا لسه ما بدأناش اصلا حصه طارق، قصدي ماث في جريد 7، فانا مش عارفين في ايه. ماشي ماشي، ما لسه احنا بناخد. بص يا محمد، انت دلوقتي اي جي، عشان فاهمك حاجه بس، انت اي جي او انترناشونال. الانترناشونال بيعمل ايه؟ الانترناشونال اكوميوليتيف. يعني ايه اكوميوليتيف؟ يعني انت الامتحان بتاعك لما بيجيب لك في حاجات من ابتدائي، يعني انت جريد 7، انا عارف انك لسه ما خدتش الكوريكولم بتاع جريد 7، بس في حاجه بقى عشان تبقى عارفها. انت لما بيجي لك الامتحان من انجلترا، الامتحان بيجي لك في حاجات من ابتدائي وحاجات من اللي انت درستها في جريد 7 وحاجات، فالانترناشونال بيبقى اكوميوليتيف. يعني مش انا درست الحاجات دي في ابتدائي مش هتجيلنا لا هتجيلنا معاك. انت بتبقى في جريد 10 ويسالك سؤال من رابعه ابتدائي في الفراكشنز معايا، فانت لازم دي بيزكس تكون عارفها معاك. تمام؟ طيب هات دلوقتي، انا مطلوب منك دلوقتي تجيب الكوبي بوك بتاعتك او الكراسه وابتدي احل المسائل اللي انا هديها دي. تراي يور سيلف، يلا انت ومحمد كريم اتفضل، ما تضيعش وقت، هات الكراسه يلا وابتدي اشتغل. مستر، نعم، احنا اصلا اخدنا الدرس ده، احنا واخدين، ما انا عارف ده كله انتوا واخدينه، احنا بنعمل ريفيجن يا جماعه، بنعمل ريفيجن والريفيجن، ما انا عارف ان انتوا كل ده واخدينه، انت جريد 7 يا جماعه، انتوا واخدين الكلام ده كله في برايمري او في اليمنتري، بس انت لازم تراجع الكلام ده. امال انا كنت بتكلم في ايه؟ لازم تراجعه ليه؟ لان الاي جي زي ما اتفقنا، الاي جي بالذات، الاي جي والامريكا بيبقى اكوميوليتيف. يعني ايه اكوميوليتيف؟ اديني فرصه اتكلم بس. يعني ايه اكوميوليتيف؟ يعني انت اللي انت درسته في ابتدائي بتستخدمه تاني في اعدادي وفي ثانوي وبيجي لك في الامتحان. يعني انت لما تيجي تشوف امتحان الجريد 10 اللي هم اكبر منكم تلاقي يسالوا في الفراكشنز، انت متخيل؟ جريد 10 ويسالوا في سؤال من رابعه ابتدائي، اه ويسالك في ثالثه ابتدائي كمان، يسالك في المالتيبلز ويسالك في الفاكتورز. انت معايا ولا مش معايا؟ فاحنا بنعمل ريفيجن على القديم عشان لما يجي المنهج الجديد هندخل فيه، لان الامتحان بيجي ميكس من ايه يا جماعه؟ من القديم والجديد. هكررها تاني، الامتحان بتاعنا اخر السنه سواء بقى جاي من انجلترا او سواء جاي من المدرسه بيجي ميكس من القديم مع الجديد. الاي جي ما فيش حاجه اسمها فيه
او الانترناشونال عامه، سواء اي جي او امريكان او اي بي او كده، مفيش حاجه اسمها قديم وجديد. تبقى انت في جريد 7 ويسالك في سؤال من جريد 3، فدي بيزكس عندك لازم تكون عارفها. فخليكم بس معايا، اللي انا اديه انت بس مطالب دلوقتي، انا هكتب المسائل دي، انت هتاخد فيها 10 minutes هتحلها لي. تراي يور سيلف، ما تسالش ولا سؤال، ولا سؤال. تمام؟ بعد ما تحلوهم هبتدي انا اعمل لهم تشيك تاني، هحلهم تاني، انت تشوف انت صح ايه غلط. يلا اتفضلوا، ما تضيعش وقت. ما تضيعش وقت في الاسئله. محمد، ايوه محمد. انا مش فاكر لازم نعمل ايه. عشان انت كنت بتلعب. هقول واحدة كمان دلوقتي افكرك بيها. افكرك بيها، خلاص؟ طيب. ادي 4 and 1 over 6 مثلا. اشرح انا كمان اثنين وتبتدي تشتغل في الباقي. بس عايزك تركز، هقولها تاني بص عشان تركز وتبتدي تشتغل. انا بعمل ايه؟ 2 and 3 over 5. 2 and 3 over 5. كل ما عليا ان انا بعمل ايه؟ بكتب ال 5 دي تاني. ركز يا محمد. بقوم عامل 5 times 2 equal 10. اعمل 5 تايمز 2 تايمز الاول يا جماعه، 5 تايمز 2 ايكوال 10، 10 بلس 3 ايكوال 13. بس كده انا خلصت المساله. هنا مثلا 3 تايمز 4 ايكوال 2. الاول اكتب ال 3 دي قبل ما انسى، اللي هي الدينوميتور. بعدين ابتدي اجيب النيموريتور ازاي؟ 3 تايمز 5 4 ايكوال 12 بلس ال 1 اللي فوق، يعني انا بعمل تايمز وبعدين اعمل بلس. 3 تايمز 4 ايكوال 12، 12 بلس 1 13. فاهم يا محمد يا كريم؟ الو؟ فاهم فاهم مستر، فاهم محمد ياسر، فاهم؟ فهمت انا عملت ايه يا محمد ياسر؟ افتح المايك. هو الخمسه اللي تحت احنا هنحطها في مكانها تحت يعني؟ الدينوميتور ملوش دعوه بحاجه، يعني دي مثلا بحط السكس عادي في مكانها تحت، دي مالهاش دعوه بحاجه، مالهاش ذنب في حاجه. انا كل المشكله كلها في النيموريتور، بجيبه ازاي؟ بعمل تايمز وبعدين بلس، يعني 6 تايمز 4 24، 24 بلس 1 24. يبقى بعمل 6 تايمز 4 الاول. طب 6 تايمز 4 يا جماعه انا مش حافظها او انا ناسيها. انت عايز تعمل 6 تايمز 4، لو انت ناسي حاجه من التايم تيبل تعمل ايه عشان ما تسيبهاش في الامتحان؟ اعمل اد لل 6 4 تايمز، يعني تعمل 6 بلس 6 بلس 6. طبعا اللي مش حافظ التايم تيبل هيتسوح، يبقى يعني بالنسبه له مشكله في الموضوع ده، لان عشان يقعد يعمل كده هيضيع وقت. بس بدل ما يسيب المساله 6 بلس 6 12، 12 بلس 6 18، 18 بلس 6 24. طبعا اللي حافظها 6 تايمز 4 ب 24 على طول سهل على نفسه. تمام؟ انا همسح دول تاني عشان انت هتحلهم تاني. اوكي؟ طيب هكتب مسائل تانيه. ابدا على طول هات الكوبي بوك بتاعتك وابتدي اشتغل يا محمد على طول، ما تضيعش وقت. محمد ومحمد الاثنين. انا حتى جايب لكم ايه؟ جايب لكم تيبل صغيره، مش جايب تيبلز كبيره. 3 تايمز 5، حاجات بسيطه كلها. ومركز لكم على تيبل 5 على اساس ان تيبل سهل، يعني هو تيبل 3 وتيبل 4 الحاجات دي. على بس ما انتوا هتجيبوا التايم تيبل تاني وتراجعوه. ما حدش هو بيحل يسالني لو سمحت في اي سؤال. حل طلعت غلط طلعت صح مالكش دعوه. انا كده كده هعمل كوريكشن تاني، انا هقفل المايك. لان كده كده هعمل كوريكشن تاني وهحل، فانا عايزك تعصر دماغك في المساله. فكر فيها وتحايل عليها، يعني اقعد مش عارف التايمز اعمله بالبلس، المهم حاول في المساله كانك في امتحان. كده كده ما تقلقش انا هرجع احلهم تاني، فانت هتعرف انت صح في ايه وغلط في ايه. تمام؟ طيب نمبر 9 اقول يعني اللي هيسالني مش هرد عليه، مش انتوا عارفين. اللي هيسالني مش هرد عليه. لان انت لازم تفكر في المساله. هتسال وانا ارد عليك يبقى انت كده خدتها على الجاز، مش هتستفيد حاجه. لازم انت تعصر دماغك في المساله. 3 over 5. كراستك يا محمد يلا وابتدي حل. انا جايب لكم ارقام بسيطه اهو.
هجيب لكم نمبرز صغيره خالص عشان ما تتعبوش في موضوع التايم تيبل. مستر، ايوه يا حبيبي. هو اللي رقم 5 ما فيش رقم على ايه على الشمال؟ فين؟ لا فين؟ رقم 5 7 اند هاف. فين الس صح مش معلش مش باينه 7 اند هاف مش كده؟ طيب هنا انا متعمد يا محمد اجيب لكم ارقام صغيره خالص عشان ما تتعبكوش يعني تيبل 2 تيبل على بس ما ايه؟ ما تراجعوا لي انتوا تاني على التايم تيبل. يا ريت نراجع على التايم تيبل عشان التايم تيبل من الاساسيات معانا. واحنا زي ما اتفقنا انتوا اي جي يعني انتوا هيبقى عندكم الامتحان في بيبر وذاوت كالكليتور وفي بيبر وذاوت كالكليتور. يعني امتحانك مثلا الاسبوع ده وذاوت كالكليتور يرجع الاسبوع الجاي امتحانك وذاوت كالكليتور. تمام؟ انا دلوقتي هبعته على الجروب يعني هاخد فوتو وابعتها على الجروب بحيث لو في رقم مش باين انت تشوفه من على الجروب. الهوم ورك طبعا يا جماعه بنحله وتبعتوه على الواتساب. والهوم ورك بنرجع نعمل له كوريكشن هنا تاني بحيث لو حاجه مش مفهومه تعرفوها، اللي مش فاهم حاجه يفهمها تاني. ما تقلقوش يعني، ومش هحرج حد، انت عامل دي غلط، انت عامل دي صح. انا بعمل كوريكشن هبرجع احله تاني عشان ما حدش يتحرج. وانت عاملها صح بتعمل لنفسك صح، عاملها غلط ايه بتصلحها. بس كده كده انت هتعمل الهوم ورك وتبعته لي على الواتساب هنا على الجروب عشان اتاكد ان انت عملته. تمام؟ لكن كده كده انا عامل له كوريكشن، تبعته في حاجات صح في حاجات غلط مالكش دعوه، كده كده انا عامل له كوريكشن فهنعرف احنا غلطنا في ايه وصح في ايه عشان بس يكون مفهوم. طيب ابتدوا اشتغلوا في المسائل دي، هدي 10 مينتس كده نخلص ان شاء الله المسائل دي عشان انا عامل لهم كوريكشن. مفيش ولا سؤال، انا هقفل المايك زي ما اتفقنا. تمام؟ في اي نمبر مش واضح او حاجه قبل ما هقفل المايك؟ محمد ياسر، محمد كريم، الو؟ لا مفيش. في شيء مش واضح؟ تمام. طيب يلا توكلوا على الله ابتدي اشتغل فيهم، هدي فيهم 10 مينتس نخلصهم بعدين ارجع اعملهم تشيك هنحلهم تاني تعرف انت صح ولا غلط. اوكي يلا اتفضل. بص طور حلك اللي انت حليته دلوقتي في الحصه وبعته لي عشان اتاكد ان انت حليت زي ما محمد كريم عمل كده. عشان في ساعات يا جماعه انتوا طبعا في ناس ساعات يقول لك ما هو المستر كده كده هيحلهم تاني فما يحلش. انا ما بحبش كده، عايزك تحل معايا وتركز معايا، ركزوا معايا تطلعوا ان شاء الله من الاوائل باذن الله. كده كده هعمل لهم كوريكشن تاني بس بعت لي يا محمد حلك كده زي ما محمد كريم بعت. طبعا انا هحلهم دلوقتي يا جماعه. انت هتبتدي تعمل ايه؟ كوريكشن معايا، يعني اللي صح هتعمل تيك جنبها صح وممكن تكتب 10 اوت اوف 10 جنبها، يعني 10 من 10 جنبها. عشان في الاخر هنجمع الدرجه بتاعتك. اللي تلاقيك فيها غلطه خليها مثلا 9 اوف 10، 9 اوت اوف 10. اكيد انتوا فاهمين انا اقصد ايه، في الاخر هتجمع المجموع بتاعك. طيب يعني كل مساله اعتبر ان هي المارك بتاعتها 10. ابعت يا محمد ياسر صور وابعت لي. سهله بالكاميرا اللي تحت بتاعت الجروب بتاع الواتس والقطن لقطه وبعتها لي. سند، اعمل سند. يلا يا محمد عشان ما نضيعش وقت. زي ما اتفقنا انا هحلهم تاني دلوقتي يا جماعه وانت هتعمل معايا كوريكشن شوف انت صح ولا غلط. اللي صح اعمل جنبها صح، اللي غلط عدلها. اللي صح ادي لنفسك ايه 10 اوت اوف 10، اللي غلط ادي لنفسك ايه 9 اوت اوف 10 بلاش 8 اوت اوف 10. ما بعتش ليه يا محمد ياسر؟
محمد ياسر ما بعتش ليه الصورة بتاعتك بتاع الحل بتاعك؟ انا ببعت انا مصور بتبعتها ايه يعني والبعت ياخد كل ده؟ ده محمد ياسر محمد كريم بعتها في فيمتو ثانية ولا انت ما حلتش اصلا؟ حليت طب امال ايه؟ طب القط لي الصورة وابعتها بسرعة ما تلعبش عشان ما تضيعش لناش وقتنا. مامتي بتصورها وتبعتها. طيب اوكي اوكي انت ممكن تلقطها بكاميرا الجروب من تحت تبعتها لي على طول. ايه بس القطها بالكاميرا بتاعت الجروب اللي تحت بتاعت الجروب الواتس من تحت وابعتها على طول. انت كبيره هو مش لازم ماما تصور لك، انت ممكن تبعتها على طول يعني مش انا عارف. شوي 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 خلاص يا محمد احنا في حصه نمبر 12. بعت يا محمد ولسه ما بعت؟ فين اللي بعت؟ معقوله مش عارف تصور صوره وتبعتها؟ صعب قوي. الهومورك شويه قبل ما عبال ما هو يخلص. يبقى انت ما بعت، يبقى انت ما حلتهاش يا محمد. طالما انت ما بعتش يبقى انت ما حلتهاش. اه كده تمام كده تمام ماشي. طيب بص يا جماعه معايا، انا هعمل كوريكشن دلوقتي، انا هحل تاني وانتوا معايا. اللي هتعمل اللي تلاقيها صح اعمل جنبها صح وتن اوت اوف 10 كده، يعني صح وتن اوت اوف 10 جنبها كده عشان تحسب درجتك في الاخر. يبقى ده يعتبر برضو زي كويز ليك في الحصه. طيب تعال نشوف دي كده. اول واحده مستر معلش ممكن ممكن ترفع الكاميرا لفوق شويه؟ حاضر يا حبيبي كده تمام كده لازم نشوف. اه يبقى اول حاجه بكتب الفايف، وبعدين يا جماعه 5 تايمز 2 10 10 بلس 3 15 طلع امبروبر اهو اللي فوق اكبر من اللي تحت تمام. عشان الحصه اللي جايه ان شاء الله هناخد هيدينا بقى الامبروبر ده ويخلينا احوله لده يعني العكس، هيديني ده ويقول لي كونفيرت انتو ايه انتو اميكسد نمبر. لو جينا على دي اللي عاملها صح يعمل جنبها صح يا جماعه و10 اوت اوف 10 لان ده زي كويز في الاخر هتجمع درجتك. لو فيها غلطه بالنسبه لك اي غلطه اديني اوت 8 اوت اوف 10 مش 9 اوت اوف 10 خليها 8 اوت اوف 10 يعني انت غلطان فيها اعمل صلحها واكتب جنبها 8 اوت اوف 10. طيب نيجي نبص على دي، انا هكتب 3